السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسميد الأغنام من الألف للياء. موضوع حلقتنا النهاردة موضوع مهم بيحصل بالأخص في مزارع التسمين السريع، في التسمين السريع، وهو نزول بعض مكونات العلف بدون هضم في فضلات الأغنام، نزول بعض حبيبات من العلف بدون هضم في فضلات الأغنام. ايه السبب وازاي نمنع حدوث ذلك؟ كل ده ان شاء الله هنعرفه في فيديو النهاردة. اول حاجة لازم تعرف ان الحبيبات العلف اللي نزلت في الفضلات دي عبارة عن حبيبات ما اكتملش هضمها، يعني هدر للعلف ده كده في جزء من العلف، طبعا هو امتص منه جزء ولكن في جزء كبير منه لسه قاعد، فالنزول بتاعه ده في الفضلات بدون امتصاص كامل ليه ده يعتبر هدر للعلف، يعني خسارة. بيحصل ايه السبب اللي بيخلي العلف ينزل في الفضلات زي ما هو؟ اول حاجة لازم تعرف ايه هي الحاجة اللي بتخلي العلف يقعد اطول فترة ممكنة في المعدة عشان يتم هضمه. احنا اتكلمنا في الاول، نرجع مع بعضنا لمكونات الاعلاف الاساسية، قلنا مصادر نشويات او كربوهيدرات، مصادر بروتين، مصادر الياف، واتكلمنا عن الالياف وقلنا الالياف الوظيفة الوحيدة بتاعتها انها بتساعد في عملية الهضم. ازاي بتساعد في عملية الهضم؟ مساعدتها الوحيدة انها الالياف تعتبر صعبة الهضم، ما بتتهضمش بسهولة، فبالتالي بتاخد فترة طويلة في الكرش. هضم الالياف بياخد وقت اكبر من هضم النشويات واكبر من هضم البروتين، فبالتالي لما بتكون العلفة فيها كمية الألف بتاعتها المظبوطة بتقعد أطول فترة ممكنة في الكرش، فبيتم هضم بطبيعي. على ما بتتهضم الألياف بيكون مصادر النشويات اللي الحبوب، يعني مصادر النشويات ومصادر البروتين اتهضمت، على ما تكون اتهضمت الألياف. فبالتالي أول سبب من أسباب نزول الأعلاف بصورة غير مهضومة في الفضلات هي نقص الألياف في العلف، نقص الألياف في العلف اللي بتقدمه للأغنام. بيتم زيادة الألياف ازاي؟ عن طريق زيادة المواد الملأة، عن طريق زيادة المواد الملأة. طبعا في طريقة تاني، لو تلاحظ أغلب اللي بينزل في الفضلات بيكون عبارة عن حبوب سليمة، يعني زي حبوب القمح، حبوب الشعير، الذرة العويجة، لو الذرة كانت حب، ذرة حب، القرش، قرش مش طح، القرش مش طح، القرش بيساعد في عملية الهضم، يعني تكسير فقط لا غير، تكسر، تحاول الحبة تكون مكسورة. جرب بنفسك، خد مثلا من، هنضرب لك مثال على الذرة، الذرة السليمة الحب، خد شوية وسيبهم في مية في نفس الوقت وفي نفس درجة حرارة المية ونفس كمية المية، خدوا نفس الكمية نفس الوزن، نص كيلو مثلا ذرة حب ونص كيلو ذرة متشوش متكسر، شوف أني اللي هتشرب المية أسرع، أني اللي هتلين أسرع، هتلاقي الذرة المجروشة هتلين بسرعة أسرع، فبالتالي ده بيسرع في عملية الهضم. جرش الحبوب بيساعد في عملية الهضم. قلنا أول حاجة ممكن الألياف تكون ناقصة، بتزود كمية الألياف عن طريق زيادة كمية التبن في العلف أو زيادة المادة الملأة زي كنت بتأكلها لوحديها. رقم اتنين، جرش الحبوب، جرش مش طحن، ما تخلاش طحن دقيق، جرش بس تتكسر، لأن الحبة بتكون مغلفة بغلاف من بره بيصعب نفاذية المية، بيصعب وصول المية ليها، المية هي المسؤولة عن طريان الحبة عشان يسهل هضمها، فبالتالي الغلاف ده بيصعب عملية الهضم، فلما بتجرشها تكسرها بيسهل عملية الهضم. طب في إضافات نحطها على العلفة تساعد عملية الهضم؟ أكيد طبعا، في الخميرة، بس مش الخميرة، مش خميرة العلف، خميرة العلف عبارة نفس الخميرة البيرة اللي هي خميرة الخبز بس ميتة، لكن أنا في حالة عاوز أنشط عملية الهضم، أنشط عملية الهضم، يبقى الخميرة الحية اللي هي الخميرة الفورية عبارة عن خميرة حبيبات، ممكن احط بمعدل مثلا كيلو او 2 كيلو على الطن، معدل مثلا 2 كيلو على الطن، ده الخميرة دي بتساعد على عملية الهضم، بتساعد في عملية الهضم. الخميرة عبارة عن فيها اللي هي ميكروفلورا اللي هي الكائنات الحية الدقيقة، البكتيريا النافعة، يعني بتساعد في عملية الهضم داخل الكرش.
في حاجات تانية تساعد على الهضم، في حاجات تانية طبعا ممكن نحط البيكربونات، ولكن هي بتساعد بصورة غير مباشرة. يعني مش هنقوله بتساعد في الهضم، مش هنقول بتساعد في الهضم، هي بتحافظ على الحموضة داخل الكرش. فهي في الحالة دي، في حالة نزول بواقي من الأعلاف في الفضلات، ممكن يكون ناتج عن الحموضة الزيادة في الكرش. من الحموضة الزيادة في الكرش المعدة بتفتح بتصرف، والأمعاء بتصرف بسرعة برضك. حتى هي ليه في حموضة عالية؟ مش دي بيعتبرها مادة ضارة. الحموضة العالية في الكرش أو في الأمعاء بيعتبرها مادة ضارة، فحركة الأمعاء وحركة وفتحة المعدة بتسرع بحيث أنها تسرع تنزل الفضلات دي. أما لو أضفنا اللي هي البيكربوناتو، بيكربونات الصوديوم على العلف بمعدل مثلا 2 كيلو 3 كيلو على الطن، دي هتكون إن شاء الله برضك بتساعد في الحفاظ على درجة الحموضة في الأمعاء، وبالتالي برضك بتحافظ على عملية الهضم، بتحافظ على استقرار عملية الهضم. تعتبر أهم النقاط دي. جاني سؤال وأنا حبيت أعمله على فيديو، لأن السؤال الصراحة مفيد برضك كويس، بيحصل كتير في مزارع التسمين السريع بالأخص. إن شاء الله تكون. وطبعا بالنسبة لي عموما، يعني قبل ما ننهي الفيديو، عموما أنا بالنسبة لي بفضل يعني ما تنزلش حبيبات، هي ممكن تنزل حبة أو اتنين بس مش بكميات كبيرة ملحوظة. لو بنزل بكميات كبيرة لا، هنا في مشكلة لازم تصلح. أما لو حباية حبتين، أو بمعنى أصح بينزل طري حتى يكون مهضوم، بس ما تنزلش زبل ناشف، بينزل كتل، يعني الزبل اللي هي البعر في مصر ولا لها بعر، اللي هي الحبة من الفضلات بتاعته، اللي ما يكونش بصورة منفردة، بيكونوا ملتصقين في بعض. دي كده أعرف إن الخروف بتاعي أخد كميته من العلف مظبوط، واخد حقه من العلف بزيادة. ده بالنسبة لي أنا بحب أسمن، معنى كده إنه واخد حقه في العلف بزيادة. لو نزلت البعر بصورة منفردة كده وبينزل يخبط في الأرض أثناء ما بيطلع الفضلات بتاعته، لا، معنى كده أنا بعتبر إنه في ألياف زيادة عن اللزوم في العلف. دي بتحصل في حالة الأمهات اللي هي على المراعي، بتنزل ناشفة لأنها بتاكل كميات عالية من الأتبان من المواد الملأة عشان تكفي احتياجاتها، فبالتالي بينزل في نسبة ألياف عالية، فبالتالي بينزل الفضلات بتاعتها تنزل جافة. أنا مش عاوز ينزل جافة، معنى كده إنه لسه محتاج ياخد أعلاف مركزة أكتر. ده بالنسبة للتسمين السريع. وفي النهاية طبعا ما تنساش أي حد عنده أي سؤال ما يكتبوش أسفل الفيديو، يدخل القناة يشوف آخر فيديو إجابة ويكتب تحتيه السؤال بتاعه، وإن شاء الله بيتم الرد عليه تاني يوم أو تالت يوم إن شاء الله بالكتير. في النهاية ما تنساش الاشتراك في القناة لتصلك كل ما هو جديد مفيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.